مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، 8 بالتوقيت العالمي الموحد، نشرة الأخبار من قناة الموريتانية، نستهلها معكم بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية عدل نواكشوط قادما من بانجول بعد نجاح الوساطة الموريتانية. رئيس الجمهورية يؤكد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غامبيا انتصار لها وللمنطقة برمتها. حقنا للدماء وحفاظا على مصلحة بلده وشعبه، الرئيس يحيى جما يعلن التنحي عن السلطة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عاد رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز فجر اليوم إلى نواكشوط قادما من بانجول بعد أن أدى زيارة لغامبيا كللت بنجاح موريتانيا في اتفاق الأطراف الغامبية على تنحي الرئيس المنتهية مأموريته وتسلم الرئيس المنتخب لمهامه ضمن اتفاق لقي تجاوبا محليا وإقليميا ودوليا. واستقبل رئيس الجمهورية بمطار نواكشوط الدولي المتونسي من طرف الوزير الأول سيد يحيى الحدمين وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية. ورافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد ضم على الخصوص السادة الدكتور ملاوي محمد الأقضف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، خديجة مبارك فال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، سيدنا سخنة مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، عبد الفتاح محمد رمان المستشار المكلف بالاتصال برئاسة الجمهورية، الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. ولدى عودته فجر اليوم إلى نواكشوط قادما من غامبيا، أكد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز أن موريتانيا لعبت دورا محوريا في الوساطة التي أفضت إلى اتفاق سياسي لحل المشكلة الغامبية، مثمنا الدور الذي قام به نظيره الغيني البروفيسور ألفا كوندي في هذا الصدد. جهود الوساطة الموريتانية اللي أفضت لإيجاد مخرج الأزمة الغامبية. الوساطة على كل حال فيها موريتانيا لعبت فيها دور مهم. مهم مشاركة الرئيس ألفا كوندي، والنتاج اللي حصلنا عليه اليوم هو تجسيد اللي توافقت مع الرئيس السابق الغامبي علي والنامس، واليوم كان تجسيد ذاك الاتفاق تقدمنا فيه، ونتيجة الاتفاق هو انتصار السلم على دعاة العنف، الناس اللي كانت تدعي للعنف ومتصور لها كانت ليسوي بها هاي المشكلة هاي الأزمة، وهي كانت للأسف كانت تخلق مشاكل أكبر في المنطقة. والمنطقة بغنى عنهم لأن عندنا ياسر من النقاط الساخنة في أفريقيا بصفة عامة حوالي 8، ولو كنا تمينا ماشيين شراك للتوجه لها تعود هي النقطة التاسعة شعل فيها النار، وبالتالي ما كان ضروري. وبحكمة الرئيس السابق والجهود المشتركة حصلنا على الاتفاق اللي كان كيف قلت لكم هو انتصار للسلم والاستقرار للمنطقة كلها لا لجمهورية غامبيا وحدها. وبالتالي وفي الاتجاه شاكر الرئيس السابق الغامبي على تجسيد هذه الالتزامات كاملة اللي بضلي، ومن خلاله أيضا نشكر ومهنئ الشعب الغامبي على حصول على هذا الاتفاق لأنه مهم، كان مهم لهم ومهم للجيران كاملين في المنطقة اللي قد يعود بعض منهم قد يعود ما هو دارك أهمية الأمن والاستقرار. من جهة ثانية من الرئيس أيضا المنتخب الجديد المنتخب، ونتمنى ونطلب منه أيضا
أنه يطرح مكان ويلتزم بهذا الاتفاق، لأنه اتفاق مهم ومهم له أيضا مستقبلا، لأنه لا يزيد لحمة الشعب الجامبي ولا يرسخ الاستقرار والأمن، وراجع أنه أيضا يتابع العمل اللي كان معدل سابقه اللي تخلى عنه الرئيس قبل الانتخاب وقبل هاي الهزيمة، من أجل المصلحة ومن أجل الحفاظ على مكتسبات البلد، أو من الدوافع اللي جعلوه هم اللي مقنع بهم هم اللي جعلوه يتخلى عن السلطة بصفة سلمية. ما هي المشاريع القادمة للرئيس يحيى جامي؟ حسب في الاتفاق رئيس جامي السابق اللي لا هي عقب بطل قريب، لا يسافر بتوجه دولة إفريقية بتوجه فيها. وفي الاتفاق على كل حال ناقص عليه الأمور كاملة أنه يرجع الدوت وقت اللي بقى، وعن مضمون ياسم الضمانات المدينة، أنه ضمانات بالأمن والاستقرار، هو ضمانات العائلة وضمانات الناس المحيط كامل، ضمانات مناصري وضمانات مقدم الضمانات باطل من ضمن ذلك الاتفاق اللي يعدل. شكرا. وقد أعلن الرئيس يحيى جامي في بيان قرأه مساء أمس بالقصر الرئاسي في بانجول بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ونظيره الغيني البروفيسور ألفا كوندي التنحية رسميا عن السلطة حقنا للدماء وحفاظا على مصلحة بلده وشعبه وتجنبا للتدخل الخارجي الذي لا يخدم مصلحة غامبيا. وقال إنه قرر مغادرة البلاد من أجل إبعاد شبح الحرب عنها، مبرزا أنه ضحى بكل شيء ويطلب ثواب ذلك عند الله تعالى لا عند أحد سواه. وأضاف أن هناك أطرافا تدفع لما لا تحمد عقباه، وأن مسؤوليته أمام الله وحفاظا على وحدة واستقرار وأمن غامبيا، وكرامتها جعلته يقرر رسميا التنحية عن السلطة. وأتمنى مزيدا من الازدهار والرقي للشعب الغامبي، داعيا إلى الوقوف بحزم ضد أي تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وتم إلقاء البيان بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز قد أجرى رفقة نظيره الغيني البروفيسور ألفا كوندي فور وصوله إلى بنجول مباحثات مع الرئيس يحيى جامي. مرت مبادرة السلام التي قادها رئيس الجمهورية لحلحلة الأزمة في غامبيا بمحطات بارزة شكلت منعطفا هاما في التسوية. وكانت الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية بين ثلاث عواصم في المنطقة أبرز ملامح ذلك السعي الرئاسي الذي توج باتفاق سلام حال دون انزلاق غامبيا نحو المجهول. سعيد والحبيب يعود بنا إلى أجواء المبادرة في التقرير التالي. وقبل أن يتسلل غبش الفجر إلى مدارج مطار أم التونسي، كان ضوء نجاح مبادرة السلام الموريتانية يشع في عتمة الأفق. رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز يعود إلى أرض الوطن ومعه تفاصيل مستقبل جديد لدولة غامبيا الصديقة، حينما غلب منطق السلم على العنف واتفق الفرقاء في هذا البلد على قبول خطة السلام، خطة دار دفتها رئيس الجمهورية على مدى ثلاثة أيام ماراثونية بين بانجول وداكار ونواكشوط. البداية
انطلقت من نواكشوط في وقت ارتفع مؤشر العنف وتصاعدت أصوات دعاته في المنطقة، وقبل ساعات من انتهاء مهلة الإكواس ومباركة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي لتحرك عسكري في غامبيا. جاءت موريتانيا بثقلها الدولي ووزنها الإقليمي إلى بانجول وهي تنشد سلاما ليس ببعيد المنال. الرئيس المنتهي ولايته يحيى جامي استمع إلى حديث العقل والمنطق الذي حمله رئيس الجمهورية قبل أن يودع بعضهما بعضا على أمل لقاء آخر يجسد ما اتفق عليه. مضت الجولة الأولى من المفاوضات مع الفرقاء الغامبيين ليستمر الماراثون بالمرور بداكار. هنا حظيت مبادرة رئيس الجمهورية باهتمام بالغ من الرئيس المنتخب بارو وبحضور السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال. حرصت موريتانيا على ضرورة رفع الأصبع عن الزناد ومنح جهود التسوية عمرا مديدا لأن العنف لا يحل المعضلات. هنا كانت نواكشوط وفي غضون ساعات على موعد مع الرئيس الغيني ألفا كوندي الذي تحرك هو الآخر للانضمام إلى رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز تعزيزا لروح مبادرته التي يبدو أنها كانت تسير بثبات نحو تحقيق النجاح. الحل يكمن في تحكيم العقل والمنطق وتجنب المنطقة ويلات حروب لا قبل لها بها، هذا ما خلص إليه الرئيسان كوندي ومحمد عبد العزيز. ولكسب الوقت قرر الرجلان التحليق مجددا في الأجواء إلى بانجول ضمن جولة ثالثة انتهت باتفاق يصون كرامة الرئيس المنتهية ولايته ويقر تنصيب الرئيس المنتخب ويجنب المنطقة حروبا لا قبل لها بها. نواكشوط وبانجول عاصمتان تشتركان في الكثير من الأشياء، ليس أقلها المصالح المشتركة والجوار والعلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية. إذن السلام هو الحل ولا شيء غيره. نشرتنا متواصلة وفي ملفها الليلة تتابعون الأسلاك الكهربائية فوضوية وحرائق، تقوم مصالح سلطة منطقة وادي بوالحرة هذه الأيام بتنفيذ عمليات تنظيف واسعة داخل عدة أماكن من مدينة وادي بو، تهدف العملية إلى النهوض بنظافة العاصمة الاقتصادية وإعطائها الوجه الحضاري اللائق. على قدم وساق تواصل هذه الجرافات والشاحنات عملها في تنظيف الطرق والأماكن والساحات العامة ضمن حملة تقوم بها مصالح سلطة منطقة وادي بوالحرة. عملية تشمل هذه المرة مكونات متعددة بهدف النهوض بنظافة المدينة وإعطائها الوجه الحضاري اللائق. هذه العملية نختار الشر أنها ما هي جديدة، معناها أنها لا من العمليات اللي دائما تعد المنطقة الحرة من الساعة اللي قابلت صقلة مدينة وادي بو وطاتها الشرائك وطنية هي اللي تعدلها، هي غير مولي في نفس الوقت نتيجة على اللي نطمحوا له احنا دوره وتعود عليه وادي بو يجعلنا دائما نشاركه في هذا النوع من العمليات ونشرف عليها مباشرة، لأن من النهار اللي عندنا متولينا هذه المهمة من بعض المهام الأخرى اللي حقيقة واحدين فيها، ولأن بدنا نعود ما عندنا ياسر من الوقت قاعد نصيبه فيه، غير بعد نحاولوا على أن نوادي بو الجانب النظافة فيه على أنها تعود من أصقى المدن اللي قاعدة تخرج، ونطمحوا على أن نوصلوا هذه المرحلة اللي قد تعود بها حقيقة منطقة حرة مسؤولة ومنظمة. ولضمان انسيابية العملية وتحقيق النتائج المتوقعة منها تم اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات، لذا عدلنا لجنة لا يتعود هي تتابعها ولا يتقيمه ولا يتم تبقى على هذا يوميا وبحضور يومي تخرص هذا اللي كامل عدلت الإزالة واللي كامل انضبط يحافظوا عليه، والعقوبات تبدا اللي هي المخالفات تبدا ان شاء الله من يوم الاثنين هذا اللي وجهنا لا تبدا حملتهم، معناها ان نطالب من المواطنين وطالبين من النواذيب انهم يعاونونا ان نعدل مدينتنا مدينه عصريه ومدينه مثاليه. اراء المواطنين تجمع على اهميه العمليه وعدم موسميتها. هذه حمله جيده الى اعاده التواصل، تعود حمله جيده ولا تساعد على نجاح منطقه حره، غير نما التواصل قطع عنها لا يتعود كيت الحملات السابقه كامل. هاي الحمله المباركه معها رايي فيها رايه زينه ما شاء الله، غير ما هي مطوله لا ايام قليل.
جهود يعول عليها في تكملة النواقص الملاحظة على عمل الشركات المتخصصة التي عهد إليها بمهمة نظافة المدينة منذ 2013. وإلى مدينة سويرات، حيث تقوم بعثة طبية في المدينة بعدة عمليات جراحية ومعاينات طبية للمرضى في إطار حملة هي الثالثة من نوعها تنظمها وزارة الصحة في المدينة المنجمية لمكافحة العمى. مركز الاستطباب في مدينة زورات، وهو يستقبل عشرات المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات القافلة الصحية الزائرة التي تسيرها وزارة الصحة من خلال منسقية البرنامج الوطني لمكافحة العمى، في إطار سعيها الدائم لضمان تغطية صحية أشمل وتوفير الخدمات الصحية الضرورية للمرضى في مواقع إقامتهم. معاينات طبية بالجملة وعمليات جراحية في غرفة العمليات أنشطة من أهم الأنشطة التي ميزت عمل القافلة الطبية في زورات. هذه الحملة اللي معدل نارك هي ثالث حملة من نوعها تنظم وزارة الصحة عن طريق البرنامج الوطني لمكافحة العمى ولاية تيرس الزمور وخصوصا مدينة زورات. والحد الساعة بدلنا ما يربو على 30 عملية، غالبيتها والله قاعد 30 بعد أساسا من عملية التطبيق اللي هي اساسا الاولويه قاعده في هذا النوع من الحملات، اللي هي اللي اول مسبب لفقدان الرؤيه واللي قابل للعلاج بسهوله. وعلى هامش عمل هذه البعثه تقوم بعثه اخرى متخصصه في مرض السكري بمعاينات وفحوصات طبيه للمصابين بهذا المرض، سعيا لتجنيب المصابين من اي ارتفاع مفاجئ في نسبه الاصابه بالمرض. الساعة اللي بدينا الحمل اليوم في مدينة الزويرات عاينا إلى حد الساعة 50 مريض، 30 منهم تقريبا عندهم فحوصهم ومتابعين، و20 منهم ما عندهم فحوص نتيجة لعدم المتابعة وتعسر الفحوص. ولا يخفي المواطنون ابتهاجهم بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم من لدن الأطباء المشاركين في القافلة. شاكر رئيس الجمهورية اللي هو محمد عبد العزيز على المبادرة اللي عدلنا بينهم. الحمد لله الناس ياسر بعد حكمها عمي، احنا اليوم ان شاء الله ما لنا تقريبا 60 سنة في الشركة راعنا حكمنا عندنا متبصرين. شاكرين محمد بن عبد العزيز جاب لنا هذا ياخذوني الأطباء، خاصة طبيب السكر. نحن قاعد الشعب ما قد جانا هون طبيب سكر في طب الدولة. أحمد زين وعندنا اللي ما فينا رجال شي من العزاز الشوابي بلا وتات وبلا حمي وبلا طيار، وجاتنا مدناه يداوينا في بلادنا. هذا ومن المقرر أن تواصل القافلة الصحية عملها لثلاثة أيام إضافية. تشكل فوضوية التوصيلات الكهربائية خطرا على السكان، كما تعتبر سببا في العديد من الحرائق التي تحدث في الأسواق والمنازل. الأسلاك الكهربائية فوضوية وحرائق عنوان ملفنا لهذه الليلة من إعداد الزميل محمد والطلحة. حرائق بالجملة تعددت الأسباب ونتيجة واحدة، ألسنة اللهب تجتاح سوق الخضروات وسط العاصمة، وذي آثار حريق أتى على الكثير من معروضات سوق المفروشات. وهذه أسرة فاجأتها النيران على حين غرة، قصص ونماذج أصبحت مألوفة لدى السامع والناظر لتواترها في أحياء العاصمة. وفي كل مرة ننسى ونتناسى الشرارة الأولى لتلك الحرائق ونغفل عمدا إجراءات الاحتياط لها. 90% من حالات الحرائق تقف هذه الأسلاك الكهربائية المعبئة نارا وراءها، إضافة إلى الوسائل التقليدية الأخرى المستخدمة في الطبخ والإنارة. أحد من المتضررين الحريق الماضي والضرر طلع عنه من كرة، لأن هذا أحبال كرة شعلوا هون علينا وعانينا من ياس المعاناة، وإحنا هون كنا ساكنين في قطعة عرضية، وكانت الناس كانوا مستفادوا منها من الضعفاء، وحرقتنا هون ياس من الأمواء. الأمر طبيعي ومنطقي ما دامت التوصيلات الكهربائية على هذا النحو،
فوضوية التوصيل والعبث بحياة المواطنين وعدم مراعاة أبسط إجراءات السلامة في ربط المنازل بالشبكة الكهربائية وترك هذه الأسلاك عرضة لأشعة الشمس الحارقة والآكل لغلافها البلاستيكي والمياه المطرية التي تتحول بفعل خصائصها التركيبية إلى ناقل للكهرباء. هذه الكابلات المنتشرة في ذو أحياء حي الساكن وبريمير وموريتان كاملة ما هي زينة، عقوبة على ما ضرر باط على الساكنة ما في المبديات، ما تليق بمجتمعنا ولا تليق ياسرين في المبديات. الحقيقة يلت شوي السلطات المعنية تقبض فيها هذا والله قاع صنع لك بالعخص أن ذو المبديات ولا يتم فيهم ذا معصي وطاحد عليه كابل كان فيه الضوء والله ما هو فيه ذيك مسألة غير بعد عام ما مضرة وسبب حرائق وياسر من شفنا السنة الماضية ياسر من المباراة والساكنة تم اللي يشعلوا ياسر من إهمال إهمال ما يلتو يخلق وطالبين من السلطات تقبض إيد من حديد لذا النوع. وهنا تتجاور الطفولة والبراءة مع شحنات كهربائية صاعقة ومميتة دون الانتباه لموت محقق يمد أذرعه على هذا النحو. مسلكيات ترى الشركة الوطنية للكهرباء أن منطق الاحتيال من طرف المواطنين والتوصيلات غير القانونية والتساهل في احتياطات السلامة وراء انتشار الأسلاك الكهربائية في الشوارع وكثرة الحرائق في المنازل والمتاجر. الأسلاك الكهربائية اللي تشاف في الشوارع هذه عندها عدة أسباب، واحد منهم هو الياسر هو الاحتيال على الكهرباء، هو لأن بعض الأشخاص يقبضوا سلوك ما معروف قاعد من وين جايين يعود سلوك تلفون وينطروا بهم الضوء على أي جهة، والشركة يوميا تقبض ياسر من هذا تنتج ياسر من النوع من السلوك وتمشي به. يا غير للأسف الشديد هذه الظاهرة ما زالت لا خالقة ومتكررة. والسبب الثاني هو الأسلاك اللي طبيعية واللي دايرة الشركة أصلا أرضية وعيات يخلق فيها بعض الأعطاب ويعود ذاك يطلب من المستهلك على أنه يجهر ترانشة من جديد إياك يوخذ الأسلاك إياك يصلحه، ويعود ذاك مكلف له بعض الأحيان وعياه لا يخلوا السلوك بدلا من يردوهم دائما بعد الإصلاح أنهم يرتدوا أرضيين يرتدموا عياه بعض الزبناء يعجل عن ذاك ويبقى الفوق. فعلا فيهم بعض الخطورة وفيه متابعة من الشركة حسب إمكانياته وحسب جهودها، لكن الظاهرة كيف ما قلت وكيف ما شاهدت ما زالت لا موجود منها شيء، والشركة بعد عالمة بذاك وبهذه المجهودات فياك ينقضى عليه إن شاء الله. الإدارة العامة للحماية المدنية اتخذت استراتيجية جديدة لتحقيق مستوى من الانسيابية في مجال تدخلها لإخماد الحرائق، تعتمد اللامركزية في توزيع طواقمها على مقاطعات وأحياء العاصمة واعتماد آلية لتوجيه ومتابعة عناصرها في حالات الطوارئ والتدخل. كما سخرت الرقم المجاني 118 على مدار الساعة لاستقبال نداءات المواطنين، إضافة إلى إنشاء مركز لتنسيق العمليات في نواكشوط. غير أن هناك جملة من العوائق تواجه عمل أفراد الحماية المدنية، لعل أبرزها ضيق بعض الشوارع والمعيق للتدخل وغلق بعض الشوارع من طرف المواطنين والازدحام المروري وعدم إعطاء المواطنين أحيانا الأسبقية المرورية لفرق الحماية وعدم الدقة في تحديد أماكن الحرائق، إكراهات من بين أخرى قد تعيق التدخل من لدن أفراد الحماية المدنية أو تبطئه. فرق الحماية المدنية تواجه عدة إكراهات ومشاكل أثناء تدخلها، من بينها عدم إطلاع المواطنين على النظام الجديد للاتصال والذي استبدل خلاله الرقم 18 بالرقم 118، وانشغال المواطنين بإطفاء الحريق بدل التفكير في إخبار الحماية المدنية، إضافة إلى الازدحام المروري وعدم إعطاء المواطنين الأولوية في المرور لشاحنات الحماية المدنية. عوائق من بين أخرى تساهم في تأخر تدخلنا وهو ما يراه البعض بطئا منا. هناك عدة مشاكل، منها أولا العنونة، لأن المدينة نواكشوط عندما يتصل بنا أحد يعطينا عنوان قد لا يكون بالضبط لأنه لا توجد هنا عنونة مضبوطة، وكذلك
ضيق بعض الشوارع، وكذلك عندما تذهب بالسيارة للتدخل هناك للأسف بعض المواطنين لا يعطوها الأسباقية التي منحها القانون، ما يؤدي إلى تأخرها. كذلك ضيق بعض الشوارع ووجود بها بعض العراقيل التي لا تسمح للسيارة بالتدخل. لتبقى مسؤولية الحد من الحرائق وفرض حلول لها أمرا مشتركا يتصدره ضرورة وضع نظام جديد للتوصيلات الكهربائية من لدن الشركة الموريتانية للكهرباء يأخذ في الحسبان مخاطر الفوضوية والعبث في هذا المجال، وربط المنازل بالشبكة الكهربائية عن طريق أسلاك مدهونة في باطن الأرض لتفادي تعرضها لعوامل الطبيعة ولتحقيق السلامة للمواطنين من ضررها. كما تعتبر إجراءات السلامة في الاستخدامات الكهربائية سواء في المنازل أو المصانع أو الورشات أمرا ضروريا وملحا للحد من الخسائر الناجمة عن حالات التماس الكهربائي والاشتعالات المتكررة. شكرا للزميل محمد طلحة. وبذلكم الملف مشاهدينا الكرام تتكمل عناصر هذه النشرة قدمناها لكم من قناة الموريتانية. نعود ونذكر بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يعود إلى نواكشوط قادما من بنجول بعد نجاح الوساطة الموريتانية. رئيس الجمهورية يؤكد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غامبيا انتصارا لها وللمنطقة برمتها. حقنا للدماء وحفاظا على مصلحة بلده وشعبه الرئيس يحيى جامع يعلن تنحي عن السلطة. مشاهدينا الكرام النشرة انتهت، شكرا لكم على كرم المتابعة، تحية مني ومن باقي فريق العمل. أعود فألتقيكم بحول الله عند منتصف الليل في نشرة إخبارية أخرى. إلى ذلك الحين إلى اللقاء.